عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم طلاب الصف السابع؟ اليوم إن شاء الله راح نتناول درس القراءة اللي هو بعنوان مرض السكري. طبعا كنا بنعرف وسمعنا عن هذا المرض، الله يبعده عنا جميعا. راح نتناول في هذا النص يا سابع شو هو، راح نتعرف على معنى شو مرض السكري، ومين الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، وشو أنا الاحتياطات اللي ممكن أخذها عشان أتجنب الإصابة بهذا المرض. وراح نتعرف على الأعراض اللي بتظهر على المريض المصاب بمرض إيش؟ السكري. الآن خلينا نقرأ الدرس، وافتح الكتاب صفحة 24 وتابع معي يا سابع. مرض السكري. مرض السكري هو ارتفاع نسبة السكر في الدم بسبب خلل في إفراز غدة البنكرياس، ويصيب هذا المرض الأطفال والشباب في مقتبل العمر، لكن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة به. وقد تكفي الحمية الغذائية وإنقاص الوزن لعلاج بعض حالاته، ويحتاج بعضها الآخر إلى الأدوية الخافضة للسكر أو الحقن بالأنسولين. رح نقرأ فقرة فقرة ونوضح يا سابع. الآن هاي الفقرة اللي أنا قرأتها تناولت أول إشي تعريف مرض السكري. مرض السكري هو ارتفاع نسبة السكر في الدم. إذا بنعرف إحنا مرض السكري بأنه عبارة عن إنه لما ترتفع نسبة السكر في الدم، هون معناته إحنا بنحكم إنه عندك مرض إيش؟ السكري. إذا مرض السكري ارتفاع نسبة السكر في الدم، عشان هيك سمي بمرض السكري. شو السبب يا سابع؟ ليش ترتفع نسبة السكر في الدم؟ بسبب خلل في إفراز غدة البنكرياس. الآن بصير في مشكلة أو خلل في إفراز الغدة اللي هي غدة البنكرياس، هي مسؤولة عن نسبة السكر. لما يصير في مشكلة أو خلل في إفراز هاي الغدة، ترتفع نسبة السكر وين؟ في الدم. مين الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض؟ يصيب هذا المرض الأطفال والشباب، يعني هذا المرض معرض للإصابة به الأطفال والشباب. متى؟ في مقتبل العمر، في أول العمر ممكن يصيب الأطفال وممكن يصيب إيش؟ الشباب. بس مين الأكثر عرضة يا سابع للإصابة به؟ لكن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة به. الناس الكبار في السن، الكبار في العمر، هم أكثر عرضة للإصابة بمرض إيش؟ السكري. الآن كيف إحنا نعالج مرض السكري؟ ممكن في بعض الحالات إنه الحمية الغذائية اللي هو برنامج غذائي أنا بستمر عليه، وإنقاص الوزن ممكن إنه يكفي في علاج بعض الحالات، والحالات الأخرى ممكن تحتاج إلى أدوية خافضة للسكر أو الحقن بالأنسولين اللي هي الحالات الشديدة. إذا أول إشي تعرفنا في هاي الفقرة عن تعريف مرض السكري. مرض السكري هو ارتفاع نسبة السكر في الدم. شو سبب ارتفاع نسبة السكر في الدم يا سابع؟ بصير خلل أو مشكلة في إفراز غدة البنكرياس، عندها بترتفع نسبة السكر وين؟ في الدم. الآن هذا المرض ممكن يصيب الأطفال والشباب في أول عمرهم، إلا أنه كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض. الآن كيف راح أعالج هذا المرض؟ في حالات بتنفع معهم الحمية الغذائية أنهم يصيروا على برنامج غذائي لإنقاص الوزن، وفي بعض حالات تتطلب العلاج بالأدوية أو حقن بالأنسولين اللي هي الحالات اللي بعتبرها إيش؟ الحالات الشديدة. ماشي يا سابع، خلينا نستخرج المعاني الصعبة نكتبها. شو يعني خلل؟ خلل يعني بتصير مشكلة في إفراز الغدة. مقتبل العمر يعني أول العمر. الحمية الغذائية اللي هي برنامج غذائي أنا بسعى عليه لإنقاص الوزن. الفكرة الأولى اللي ممكن أنا أحطها على الفقرة الأولى، عن إيش تحدثت يا سابع؟ تحدثنا عرفنا مرض السكري، وعرفنا مين الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض،
وشو سبب مرض السكري وكيف علاجه. إذا تعريف مرض السكري، وسببه، ومن الأكثر عرضة للإصابة به. إذا تعريف مرض السكري، سببه، ومن الأكثر عرضة للإصابة بهذا إيش؟ بهذا المرض. خلينا نكمل يا سامع. ويرجع الاهتمام بمرض السكري إلى كثرة انتشاره وخطورة مضاعفاته التي قد تصل إلى حد الإصابة بالجلطات، ويزيد الأمر صعوبة أن المرض في أوله صامت خفي من غير أعراض، فكثيرا ما يكشف صدفة عند فحص سكر الدم لسبب ما. إذن الآن صار في اهتمام أكثر بمرض السكري. شو سبب الاهتمام بمرض السكري؟ لأنه انتشاره صار كثرة في الانتشار، وفي خطورة في مضاعفاته. هاي المضاعفات تصل إلى حد الإصابة بالجلطات. الجلطة اللي هي أمراض تصيب القلب والدماغ، اللي هي معنى تجلط الدم. الآن الإشي الأكثر صعوبة في هذا الموضوع إنه المرض في أوله صامت، يعني بيكون ما بين أي أعراض، صامت خفي من غير أعراض. أحيانا إحنا بنعرف إنه عندنا مرض السكري صدفة لما نروح نفحص سكر الدم لسبب ما، يعني ما ببين في أوله له أعراض، بكون صامت خفي. هاي اللي بتدل على خطورة إيش؟ هذا المرض. إذا اللي بنلاحظه في هاي الفقرة إنه صار في اهتمام بمرض السكري. شو سبب الاهتمام؟ إلى إنه صار منتشر بشكل كبير، والمضاعفات اللي بتصدر عن مرض السكري خطيرة، ولأنه المرض في أوله صامت خفي ممكن إنه إحنا نكشف عنه صدفة، نروح مثلاً نفحص سكر الدم نعرف إنه عندنا مرض إيش؟ السكري. هذا اللي خلى الناس يهتموا بمرض إيش؟ السكري، ويحاولوا إنهم يفحصوا بشكل دوري وبشكل إيش؟ وبشكل منتظم. إذن هاي الفقرة بتتحدث عن سبب الاهتمام بمرض السكري، أسباب اهتمامي بمرض السكري. معنى الجلطات، هي أمراض تصيب القلب والدماغ، بمعنى تجلط الدم. هسه بعد ما عرفنا شو يعني مرض السكري، شو سببه، ومين الأكثر عرضة للإصابة به، وكيف إحنا ممكن نعالجه، وبعد ما عرفنا سبب الاهتمام الكبير بمرض السكري، الآن رح نتعرف على الأعراض اللي بتظهر على مرض السكري. وللسكري أعراض عديدة. خلينا نشوف شو هي الأعراض اللي بتظهر على المريض السكر. منها أعراضان رئيسان يظهران لدى أغلب المرضى، هما الظمأ المستمر وكثرة التبول، ومن أعراضه الأخرى الضعف العام وتناقص الوزن. ومن أعراضه الأخرى الضعف العام وتناقص الوزن وضعف الرؤية وبطء التئام الجروح والالتهابات المتكررة وتنميل القدم واليد. ولهذا يجب استشارة الطبيب مباشرة في حالة وجود عرض أو أكثر من الأعراض الآنفة الذكر. وإذا ثبتت الإصابة بالمرض فلا بد من عمل فحص دوري لمتابعة الحالة والسيطرة عليها. إذا السكري له أعراض عديدة، بس في عرضان رئيسان بيظهروا لدى أغلب المرضى. إذا في عرضان رئيسين لازم إحنا نركز عليهم. هذول العرضين
الأساسيان بيظهروا عند أغلب المرضى، شو هما يا سابع؟ الظمأ المستمر وكثرة التبول. الظمأ المستمر، الظمأ اللي هو العطش، معنى الظمأ اللي هو العطش. يعني بتحس انك دائما عطشان بشكل مستمر وفي عندك كثره في التبول. هاي العرضان الرئيسان اللي بيظهروا عند اغلب المرضى المصابين بمرض ايش؟ السكري. الان في اعراض اخرى ممكن تظهر عند بعض الناس وممكن لا، ومن اعراضه الاخرى الضعف العام، يعني بتحس انك دائما في حاله هزال وفي حاله ضعف. تناقص الوزن، بتحس ان وزنك منقص، يعني انت بتتغذى تغذية جيدة بس بصير عندك نقصان في ايش؟ في الوزن. الرؤية بتضعف، وضعف الرؤية وبطء التئام الجروح. شو يعني بطء التئام الجروح؟ يعني لما انت تنجرح في بتشوف انه في صعوبة انه يشفى الجرح او انه يلتئم، يعني بيلتئم الجرح بس بصعوبة. بطء التئام الجروح، التئام بمعنى ايش؟ معنى شفاء. والالتهابات المتكررة، دائما بتعاني من الالتهابات. وتنميل القدم واليد، شو هو التنميل؟ التنميل يا سابع يعني وخز، كوخز الإبر، بكون في أطراف القدم، أصابع القدم وأصابع إيش؟ اليد. إذا تنميل هو وخز كوخز الإبر. إذا التنميل وخز كوخز إيش؟ كوخز الإبر. ولهذا يجب استشارة الطبيب مباشرة. الآن إذا لاحظنا أنه في عندنا عرض واحد أو أكثر من هاي الأعراض، في حالة وجود عرض أو أكثر من الأعراض الآنفة الذكري، شو هاي الأعراض؟ العلامات. إذا شفت علامة أو أكثر من هاي العلامات لا يجب أنك تستشير الطبيب، أنك تروح على وين؟ على الطبيب. معنى عرض علامة. الآنفة الذكر السابقة الذكري. وإذا ثبتت الإصابة بالمرض، الآن إذا رحت أنا عند الطبيب، إذا لاحظت عرض أو علامة واحدة من هاي العلامات أو أكثر ورحت استشرت الطبيب، إذا ثبتت مع التحاليل والفحوصات إني مصاب بمرض السكري، شو الواجب علي؟ إني أروح أعمل فحص دوري. يعني شو يعني فحص دوري؟ يعني فحص بشكل منتظم، معنى دوري منتظم بشكل منتظم. يعني دوري بشكل ايش يا سامي؟ اعمل فحص بشكل منتظم. ليش؟ ليش الفحص؟ لمتابعه الحاله والسيطره عليها، عشان اتابع هاي الحاله ونقدر احنا نسيطر على مرض ايش؟ على مرض السكري. اذا هاي الفقره تحدثت لنا عن اعراض مرض السكري. قلنا في عرضين رئيسيين بيظهروا عند اغلب المرضى، اللي هو العطش المستمر والتبول، كثره التبول. الان في اعراض اخرى ممكن تظهر وممكن ما تظهر، اللي هي زي ايش؟ الضعف العام، تناقص الوزن، ضعف الرؤيه، صعوبة في التئام أو شفاء الجرح، في عندك دائم التهابات متكررة، بصير عندك في وخز كوخز الإبر. الآن إذا لاحظت هاي الأعراض لابد من إني أستشير الطبيب. الآن إذا ثبتت الإصابة مع الفحوصات، الآن أنا لابد إني أعمل فحص بشكل منتظم عشان أتابع الحالة وأسيطر على مرض إيش؟ السكري. إذا الفكرة في هاي الفقرة اللي هي إيش؟ أعراضه مرض السكري. طيب خلينا نكمل ان شاء الله الحصه القادمه يا سابع. خلينا نرجع لبعض القضايا النحويه من الفقره الاولى. لو طلبت منك تستخرج لي مبتدا من هاي الفقره،
اسم مرفوع بدأت فيه الجملة كان موضوع الحديث اللي هو مرضه، مرضه السكري. إذن هنا مرضه شو راح أحكي عنها؟ مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. لو طلب منك تستخرج لي فعل مضارع يصيب، يعني عمل حدث بشكل بحدث بعده بشكل مستمر، ما انتهى بعده بحدث، يصيب. يصيب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. ليش مرفوع؟ لأنه لم يسبق لا بناصب ولا بجازم. إذا يصيب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. في اسم إشارة هنا، نعم هذا. شو ممكن أعربه؟ هون جاء في مكان الفاعل، بس أنا ما بعرفه فاعل على طول، راح أحكي اسم إشارة مبني، لأنه أسماء الإشارة مبنية باستثناء ما يدل على المثنى، في محل رفع فاعل. طيب بنلاحظ أنه بعد اسم الإشارة جاء عندي اسم معرف بأل، بعد اسم الإشارة اسم معرف بأل. وين ما شفت يا سابع بعد اسم الإشارة أي اسم معرف بأل راح أحكي عنه إيش؟ بدل. أي اسم بعد اسم الإشارة معرف بأل راح يكون بدل، طبعا راح يعرب حسب اللي قبله، بما أنه اللي قبله في محل رفع فاعل إذا الموقع رفع، إذا راح يكون بدل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره. إذا كان ما قبله منصوب هو منصوب، وإذا كان ما قبله مجرور هو إيش؟ مجرور. إصابة هذا المرض تقع على مين؟ على الأطفال. الأطفال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، الواو حرف عطف. الشبابة اسم معطوف، طبعا الاسم المعطوف كمان يتبع ما قبله فتحة قبل الواو، معناته راح تكون فتحة بعد مين؟ الواو. اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. في مقتبل العمري، طبعا في مقتبل شبه جملة، تركيب مكون من حرف الجر والاسم المجرور، في حرف جر، مقتبل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والعمري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. لكن كبار السن، هون في عنا حرف ناسخ، رح تحكي لي نعم اللي هو لكن، من أخوات إن صح، حرف ناسخ يفيد الاستدراك، بأخذ اسمه خبر، اسمه منصوب وخبره إيش؟ مرفوع. إذا لكن حرف ناسخ يفيد الاستدراك. للإصابة شبه جملة مكونة من حرف الجر اللام، أحيانا بتكون بتصل حرف الجر بالكلمة يا سابع لازم تنتبه له، اللام حرف جر والإصابة اسم مجرور وعلامة جره إيش؟ الكسرة. للإصابة به في عنا ضمير متصل اللي هو الهاء في به، طبعا عنا حرف جر اتصل، الضمير اتصل مع حرف الجر اللي هو الباء صح، بما انه الضمير اتصل مع حرف الجر اذا ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر، عائد على مين؟ على مرض السكري. ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر. قد هنا، قد حرف يفيد، شو رايك التحقيق ولا التشكيك؟ الان يا سابع قد ممكن يفيد التحقيق وممكن يفيد التشكيك، الآن إذا جاء بعده فعل ماضي راح يفيد التحقيق، إذا جاء بعده فعل مضارع راح يفيد إيش؟ التشكيك. الآن تكفي هي فعل مضارع، إذا هون راح يفيد إيش؟ التشكيك. حرف يفيد التشكيك. وقد تكفي الحمية الغذائية وإنقاص الوزن لعلاج بعض حالاته. الآن حالات شو ممكن نعربها؟ بعد بعض حكينا لكم بعد بعض وكل وجميع، شو ممكن نعربه؟ مضاف إليه. إذا حالات مضاف إليه مجرور عن جره الكسرة وجمع أنا السالم، حالة حالات. نلاحظ أنه في ضمير متصل اتصل مع مين؟ مع الاسم اللي هو الهاء. حالات اسم، إذا راح يكون معنى الضمير اتصل مع الاسم راح يكون ضمير متصل مبني في محل جار مضاف إليه. ضمير متصل مبني في محل جار مضاف إليه. يحتاج فعل مضارع مرفوع ترفع الضمة الظاهرة على آخره
الآخر هون في عنا همزة، همزة مد نسميها. إلى الأدوية الخافضة للسكري أو الحقن بالأنسولين. طب استخرج جماعة من هذه الفقرة يا سابع، الحمية الغذائية. شو صفة الحمية؟ بأنها إيش؟ بأنها غذائية. بنلاحظ أخذ نفس الحركة. إذن الغذائية هي نعت مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. الفقرة الثانية، استخرج لي منها فعل مضارع. طبعا يرجع هي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. الاهتمام فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. إلى كثرة، طبعا إلى كثرة شبه جملة مكونة من حرف الجر والاسم المجرور. انتشاره وخطورة مضاعفاته. بنلاحظ أن الهاء الضمير متصل في انتشاره وفي مضاعفاته. عائد على مين الهاء؟ على مرض السكري. كثرة انتشار مرض السكري وخطورة مضاعفات مرض السكري. طب خلينا نشوف الضمير اتصل مع مين يا سابع. اتصل مع اسم، إذن على طول راح يكون إعرابه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. على طول ضمير مع اسم في محل جر مضاف إليه، ضمير مع حرف جر في محل جر بحرف الجر. التي، طبعا التي هون عندنا اسم موصول، هل هو معرفة أم نكرة؟ أكيد معرفة، لأن الأسماء الموصولة نوع من أنواع من المعرفة. قد تصل إلى حد الإصابة بالجلطات. إلى حد شبه جملة، حرف جر واسم مجرور، بالجلطات كمان شبه جملة، الباء حرف جر والجلطات اسم مجرور وعلامة جر الكسر الظاهرة على آخره. طب الآن الجلطات هي جمع إيش؟ مؤنث سالم، جلطة جلطات. ويزيد الأمر صعوبة أن المرض في أوله صامت خفي من غير أعراض. طيب استخرج لي حرف ناسخ من أخوات إنا. خلينا نستخرج الحروف الناسخة نستذكرها. إنا، أن، ليت، لعل، لكن. إذن أن هون حرف ناسخ يفيد التوكيد، صح؟ أن حرف ناسخ أفاد معنى التوكيد. طيب يا سابع، الحروف الناسخة بتأخذ اسم وخبر. طبعا هي عكس كان وأخواتها، اسمها راح يكون منصوب وخبرها مرفوع. وين الاسم المنصوب؟ اللي هو المرضة. إذن المرضة هو اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. اسم أن منصوب. طب وين خبرها المرفوع؟ أن المرض صامت. نلاحظ أنه مرفوع، إذن صامت خبر أن مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. خفي نعت، طبعا تبعت ما سبقها، مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. من غير أعراض، بعد غير دائما إذا شفت غير أو بعض أو جميع أو كل، شو راح نعرف بعديها؟ من غير أعراض، إذا أعراض مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين كسر. دائما يا سابع لما تشوف كلمة بعد غير راح تعرفها إيش؟ مضاف إليه. ماشي. فكثيرا ما يكشف صدفة عند فحص سكر الدم لسبب ما. وللسكري أعراض عديدة. شو إعراب أعراض؟ وشو إعراب السكري؟ خليك معي يا سابع. الآن إذا شفت أنا في بداية الجملة شبه جملة، شبه جملة اللام حرف جر والسكري اسم مجرور. طبعا شبه الجملة ما بتيجي مبتدأ، على طول خبر مقدم، معناته أصلها أعراض عديدة للسكري. إذن أعراض هي مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه تنوين الضم، وعديدة نعت مرفوع علامة رفعه تنوين الضم. وأنا ما شفت شبه جملة
على طول بعتبرها خبر مقدم واللي بعدها مبتدأ إيش؟ مؤخر. منها عرضان رئيسان يظهران لدى أغلب المرضى. يظهران على وزن يفعلان، إذن هي من الأفعال إيش؟ الخمسة. إذن يظهران فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. لأنه من الأفعال الخمسة على وزن فعلان. وين الفاعل؟ قلنا فاعل الأفعال الخمسة الضمائر المتصلة. يظهران ألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع إيش؟ في محل رفع فاعل. ألف الاثنين إذن يظهران على وزن يفعلان. هون ما كان واضح لما كنت طيب. السكري أعراض عديدة، شبه جملة راح تكون خبر مقدم. أعراض هي المبتدأ المؤخر، أصلها أعراض عديدة للسكري. أعراض مبتدأ مؤخر وعديدة نعت لمين؟ لأعراض. وين ما شفت شبه جملة على طول بعتبرها خبر مقدم واللي بعدها سابع إيش؟ مبتدأ مؤخر. حكينا يظهران على وزن يفعلان وهي من أوزان الأفعال الخمسة. طبعا الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، مرفوعة كيف عرفنا أنها مرفوعة؟ لأنها تسبق بناصب ولا بجازم. إذا فعل مضارع مرفوع ترفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. فاعل الأفعال الخمسة الضمائر المتصلة فيها هون ألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ومن أعراضه، بنلاحظ أنه في عندي ضمير متصل الهاء في أعراض، هون الضمير اتصل مع اسم، إذا على طول يا سابع مع اسم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. بما أني شفته مع اسم على طول ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. الآنفة الذكري طبعا هاي الهمزة بسميها همزة إيش؟ همزة مد. لمتابعة الحالة والسيطرة عليها، الهاء في عليها بنلاحظ عائد على مين؟ على الحالة، أصلها على زائد الهاء على حرف جر صح يا سابع. إذا على طول الضمير هاء الغائب اتصل مع حرف الجر، إذا على طول بحكي عنه ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر. إذا ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر. الآن المطلوب منك واجب إنك تعرب لي وتنميل القدم واليد، هاي واجب مطلوب منك إيش؟ إعراب. بدي إياك تعرب لي إياها سابع، وتنميل القدم واليد. ماشي، وإن شاء الله الحصة القادمة راح استكمل آخر فقرتين. ويعطيكم العافية يا سابع. بدي أحكي لك عن النسخ. انسخ لي أول فقرة من عند مرضه لعند لسبب ما بخط واضح يا سابع، وتدرب لي على قراءة الدرس قراءة سليمة. ويعطيكم العافية.